ابو عبد الله. الهلال طبعا اقرب، لكن ما نستبعد ابدا. المفاجات اسمها مفاجات لانها دائما غير متوقعه. الهلال قريب من الفوز، قادر على الفوز، لكن اتساع الكبير في الامكانيات. المباراه على ارض الطائي، الطائي عاده يلعب بحماس كبير خاصه على ارضه، ما تستبعد اي شيء. لكن الهلال اقرب، الهلال قادر على استمرار النتائج الايجابيه، سلسله الفوز محليا، عدم فوز عدم خساره لسلسله جدا طويله، وهو الاقرب، وعنده مدرب قادر على اثاره حماس اللاعبين وتجديد الحافز والدافعيه عندهم، وهو الاقرب طبعا، وهو حامل اللقب. لكن دائما نشاهد هذه المباريات في الكأس باستمتاع، نشوف قدرة الهلال على الوصول وإنهائها وإغلاق أي باب لأي مفاجأة، حتى نستمتع بالأداء القوي للطائي. متوقع أن يلعب بمباراة للتاريخ، لكن الفوز طبعا هذا يعني بأمر الغيب أقرب للهلال، لكن ما استبعد قوة الطائي غدا.